السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موضوع السينز اللي هي المشاهد. تقدر يبقى عندك أكتر من مشهد. على سبيل المثال ده مثلا عندي المكعب دوت، ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايز أعمل مشهد جديد خالص. المشهد الجديد دوت هبدأ أضيف ليه عنصر مثلا وليكن الكون دوت، وهعمل له موف بالشكل دوت. ممكن أجي هنا وأقول له بعد كده أنا عايز أعمل كوبي سيتنج، نسخ للسيتنج اللي موجودة. بيعمل واحد جديد بالخصائص اللي موجودة في الأولاني. أقول له مثلا هنا أنا عايز مونكي أهوت. طيب الفرض إن المونكي دوت عايز يظهر في سين من قبل كده. بص ده مش موجود فيه، ده موجود في عنصر وده موجود في عنصر تاني خالص. طيب خلينا نعمل عنصر مشهد جديد أهوت. المشهد دوت اللي هو تلاتة، مفهوش لا اللي موجود في واحد ولا في اتنين. طيب هاجي أعلم على دوت وأدوس على كنترول ال، كنترول ال، وأقول له أوبجكت تو سينز وأختار مثلا 003. طيب اجي بقى اروح ل 003 الاقي المشهد ده موجود. طب لو حركت ده هنا ترجع ليه 2 تلاقيه اتحرك برده لنفس المكان. طب لو رحت لواحد هتلاقي بس المشهد اللي كان موجود في واحد. طيب لو ده عايز يظهر في 2 برده كنترول ال واروح قايل له انسخولي ليه ده 2 ل 2 اهو. تمام، فانا كده عندي مشهد واحد مشهد 2، ده نسخناه من مشهد واحد وده نسخناه لمشهد 3 بالشكل دوت.